ست جبرية موجودة؟ عاوزة منها هنا نعيمة. عاوزة اتكلم معاها كلام ضروري قوي، هي واسم النبي حرس ومروان. قابلتها وانا جاية، كانت عايزة تروح لمروان بس انا جبتها هنا الاول. ايه اللي رجعك تاني؟ مش قلتي مش هتعتبيها؟ عشان المصلحة يا حبيبتي، اذا كان مش لازمكم خلاص امشي. استني استني يا ست نعيمة. عبدالله استنى يا عبدالله، مفيش فايده فيك. شفتي خرج ازاي من غير ما يستاذني؟ اه شفتي عمتي؟ تعالي تعالي بس اجي فيه. شفتي يا زينب؟ ما بيسمعش الكلام يا زينب، كل شويه اقول له ما تخرجش بالليل يا ابني، برده ما بيسمعش الكلام. اضربه يعني؟ لا حبيبتي ما بيهونش عليا، والله ما بيهون عليا اضربه. بقول لك يا نعيمة، تعالي نروح ندور عليه عند عمه، انا متاكده ان هو راح عند عمه. 100 مره اقول له يا واد عمك ما بيحبكش ولا بيحبنا، ما بيسمعش الكلام، غلطت معاه. معلش يا اختي ما تزعليش عمه منه بقى، ما يجراش حاجه. انا السبب، انا السبب يا نعيمه، انا السبب، انا اللي سبته يموتوه، انا اللي سبته يموتوه يا نعيمه، انا اللي سبته يموتوه، انا اللي سبته يموتوه يا شمس، شمس شمس. وهي شمس تزعلي مني والنبي، انا والله ما اقصد اني اوقعك من على السلم. طيب هاجي معاكي فين؟ هاجي معاكي فين يا عبد الله؟ رتال يا رتال يا عبد الله. ادعي عليا يا شمس، مش كده؟ أنا عمري ما ادعي عليكي، أو ادعي إن ضنك يروح منك يا ريتال. لا ادعيتي عليا يا شمس، ادعيتي عليا أنا وابني. أنا حبلة وشايلة اللي طول عمري كنت بتمناه، وما خايفاش منك ولا من الدنيا. نفسي أعيش عشان أشوفه بيكبر قدام عيني، وعارفة انك هتحبيه. عارفة ليه يا رتال؟ عشان اللي حصل ده مش انتقام من ربنا، لا ده ربنا بيطهرك، خد منك حاجة كبيرة قوي. هو عارف ان قلبك هيتقطع عليها، عارف العذاب اللي هتشوفيه، عارف ان العذاب ده كبير. أنا عشت العذاب ده وشفته، لسه مش مصدق إنك مش هتشوفيه تاني، مش مصدق إن يدك مش هتلمسه. صدقيني ربنا خد منك حاجة كبيرة عشان بيحبك، حاسبك في الدنيا عشان تبقي أحسن. صدقيني لو قلت لك سامحيني يا شمس هتسامحيني؟ ربنا هو اللي بيسامح. يبقى لسه شايله مني قلب الواحد مننا، عامل زي الاوضه المقفوله محدش عارف جواها ايه. بس طالما ربنا بيسامح يبقى احنا كمان لازم نسامح. على فين؟ قلبي مقبوض قوي يا شمس، حاسه ان الدنيا سودا وضيقه قوي في وشي. صلي صلي يا رتال وافتكر كلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. صلي صلي وادعي ربنا
يريح قلبك ويطمن بالك ويعوضك. صلي يا حبيبتي. مساء الخير يا مروان. مساء النور. ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله على كل حال. انت عارف طبعا غلاوتك عندي، جوز بنتي وابن الغالي. وبعدين؟ ولا قبلين كنت عايزه يعني اتكلم معاك كلمتين. هتعمل ايه مع ناديه؟ المفروض اعمل ايه؟ ما انا لو عارفه يا مروان ما كنتش جيت يا اخويا وسالتك. تفتكري ايه بعد اللي عملته المفروض اعمل ايه؟ تعيش رقبتها. تعالي يا عمي تعالي. اقعدي. بكرة الصبح بعون الله تاخديها وتروح بيت ابوها. مش عايز اشوفها قدامي. انا كل ما بشوفها قدامي بفتكر اللي حصل. في حاجات كتيرة قوي ملهاش غير حل واحد ملوش تاني، انها تخفى من الدنيا دي كلها. لكن انا ليها عندي حل تاني. ايه هو يا ترى؟ انها تخفى من قدامي ومن المحاشي. مروان ما نبقاش احنا يا ابني والزمن عليها. البت اتهدت واتمرمطت وتعبت، لازم حد مننا يقف جنب منها، ملهاش غيرنا. فاكري كده في اللي انت بتقوليه؟ هتعرفي أنا اللي ساكت لحد دلوقتي إنها قاعدة في البيت. ده عايزة صبر جبال